سلام عليكم. هنعمل انا وسومي تحدي الطوبه ورقه مقص، اللي يكسب هيشرب في الجهينه ديت، واللي يخسر هيجري يتنطط على الكرسي تنططين ويرجع يكمل لعب. وبالنسبه للجهينه ديت فانا سالت عمه بتاع السوبر ماركت واكدت عليه، قلت له هي مقاطعه، قال لي لا. فيا اخواتي بعد اذنكم الجهينه ديت لو طلعت مقاطعه عرفوني عشان انزل اعمل معاها الغلط. جاهز يا سومي يا حبيبه قلبي؟ الشارع اللي وراه. بفكركم بالمره يا اخواتي ان انا رجعت لكم لينك البرنامج اللي بيفك اي حظ، اي حد عمل لك حظ ورزعك بلوك تقدر تخش تفك البلوك دوت وتتكلمه وتمسح بالارض زي ما انت عايز. لينك البرنامج فين يا سومي؟ تحت. لينك البرنامج تحت صورتي، الحقوا حمله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرج جيدا. 1 2 3 طوبة ورقة مقص زي بعض. تاني طوبة ورقة مقص. انت اللي كسبتي. كفاية. طوبة ورقة مقص. كسبتك. اجري اجري. قربت اخلصها اصلا. ما هو التحدي كده. يلا يلا طوبة. استني 1 2 3 طوبة ورقة مقص. انت اللي كسبت. خلاص انت ما بتشربيش اصلا ولا ايه؟ طوبة ورقة مقص. استني ضفري اتكسر. طوبة ورقة مقص. طوبة ورقة مقص. شغلانة احباب. يلا طوبة قربي هنا كده. طوبة ورقة مقص. ايه ده؟ استني الورقة زحلقت الطوبة. اجري.